شوف دنيا باتما أنا كنت من عشاقها من أيام سيدو دوزام، يعني كانت صوت رائع جدا وتميزت بزاف بزاف من بعد يعني مشاركتها في برامج عرب أيدول. يعني الصدى اللي درته دنيا باتما في العالم العربي وفي المغرب كان ما شاء الله كبير بزاف ما شاء الله تبارك الرحمن. وأنا من عشاق صوتها ومن عشاق فنها، ويعني بالنسبة لي دنيا باتما واحد الحالة فنية يمكن صعب أنها تتكرر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.